المحاولة البطولة بطولة العالم للخماسي الحديث هي أكبر حاجة بعد الدورة الأولمبية، هذه الدورة الأولمبية كل أربع سنين، بطولة العالم بتلاقيها كل سنة وهي في مراحل الكبار والناشئين والشباب، خلصنا بطولة العالم للشباب الشهر اللي فات، بطولة العالم للناشئين في أوائل هذا الشهر، ودلوقتي دي بطولة العالم للكبار اللي هي أكبر بطولة في الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، أتمنى التوفيق للاعبين زي ما ربنا وفقنا في الشباب الناشئين وبقينا متصدرين التصنيف العالمي. ولعبتنا قدروا يوصلوا لمنصات التطبيق، نتمنى برضه ان شاء الله في الكبار ان هم يعرفوا الحظ ويكونوا بنفس التوفيق. I'll speak in English now. I would like to thank all the attendees to this press conference. Mr. Khaled Abdelaziz, the Minister of Youth and Sport, Dr. Tao Shorter, President of the UIPM, Mr. Charlie Pang, Secretary General, and all our distinguished guests and our the press and our national team who are attending today. I hope that everyone has a good stay in Egypt. Just a small thing, there's 38 nations, not 21 nations, attending this competition. This is the biggest competition for UIPM after the Olympic Games, of course, which is every 4 years. I hope this competition I'm sure it will be up to the level. تبعت مبعوث وحيشوف تقييم الزوج المختلط في هذا
هذه المنافسات. انا اعتقد ان شيء مهم جدا وادعو الاعلام ان يركز على البطوله بقدر الامكان. انا عارف طبعا في احداث كثيره رياضيه بتحصل خصوصا احنا في ظروف انتخابات واللوائح والقوانين وكل ده، لكن اتمنى ان يكون في القاء لضوء كبير سواء على مستوى الاعلام الصحافه المكتوبه والمقروءه والمرئيه والمسموعه، زي ما قال كلاوس الاعلام محتاجينه في الفتره دي يلقي الضوء على المنافسات الموجوده. ربما ده يكون دافع للجنه الاولمبيه الدوليه انها تعتمد ميداليه اضافيه للذوق المختلط، وانا اعتقد ان ده هيكون حدث تاريخي بالنسبه للرياضه المصريه انه يكون تقييم هذا الامر عندنا هنا في القاهره ثم بعديه على طول يتم الموافقه عليه. فاتمنى ان الاعلام يساعد على هذا الامر. بشكركم جدا على التواجد وعلى تغطيه هذا الحدث، وبقول ان احنا لعبه الحماس الحديث احنا متميزين فيها، وكلما يزداد الاهتمام الاعلامي بيها طبعاً يعني ده هيخلي اعداد كبيره جدا من الشباب تشارك. مره ثانيه بشكركم وبشكر كمان فريق العمل المتطوعين، احنا عندنا فيها بقت خبرات كبيره قوي من الشباب المتطوعين في تنظيم البطولات العالميه. لن يكون هذا ممكنا الا بدعم من المسؤولين وايضا الرعاه من اجل انجاح هذه البطوله. Partners and sponsors such as the International Modern Pentathlon Union, the National Federation of Egyptian Modern Pentathlon, the Ministry of Youth and Sports, Pegasus Equestrian Center, the Dreamland. وبالتأكيد أيضا من شركاء الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأيضا الاتحاد المصري للخماسي الحديث مدينة دريملاند نادي بيجاسوس ووزارة الشباب والرياضة التي تقام هذه البطولة تحت رعايتها. This week's competition will be broadcast in over 160 nations reaching over 1 billion homes. هذه البطولة التي ستبث على الهواء مباشرة ويشاهدها أكثر من 160 دولة في العالم. And with that, let's welcome the athletes of the 2017 UIPM Modern Pentathlon Senior World Championships in Cairo, Egypt. والآن ندعوكم للترحيب بلاعبي العالم المشاركين في بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار مصر 2017. Welcome the team from Argentina. الأرجنتين. Welcome the team from Bulgaria. Bulgaria. Welcome the team from Brazil. Al Brazil. Welcome the team from Canada. Canada. Welcome the team from Chile. Chile. We welcome the team from China. Asim. Welcome the team from Cuba. Cuba. Welcome the team from the الشعب المصري كله مرحب باستضافه بطوله كاس العالم الخماسي الحديث للكبار مصر 2017. نتمنى لجميع الوفود المشاركه الاقامه الطيبه، ونتمنى لجميع اللاعبين المشاركين حظ سيء وفرصه كبيره ان شاء الله لتحقيق الميداليات والجوائز، ويكون هذه البطوله استعدادا لبطولات اكبر، ويكون ان شاء الله اعتماد الميداليه الاولمبيه الزوج المختلط في الخماسي الحديث والتي سيتم إقرارها في ليما في بيرو الشهر القادم عن طريق المنافسات التي تقام في جمهورية مصر العربية في هذه البطولة. شكرا جزيلا. احنا استعدنا من شهر واحد، معظم الفرق من الناشئين والشباب، فكده كده كنا معدين. التارجت بتاعنا كان بطولة عالم الشباب وعندنا اثنين كبار، ف
فكان التارجت بتاعنا مختلف شويه والاعداد مختلف. الفرقه عندنا السنه اللي فاتت كنا كازمين بطوله العالم، كان عندنا عمر الجزيري وياسر حفني. بعد الاولمبياد ياسر حفني وعمر الجزيري بطلوا، فاستعنا بالفرقه كلها من الشباب والناشئين. خدنا بطوله العالم من الشباب، وعندنا هايدي عادل طلعت المركز الثالث، وخدنا تاني فرق في البنات. بالنسبه للناشئين طلعنا ثالث فرق في الفردي، فهي دي الفرقه بتاعتنا اللي هنلعب بيها في الكبار. احنا عندنا بس بنديهم احتكاك للكبار، وان شاء الله الاعداد لينا ال 2020 باذن الله. هو ده الفريق القوي بتاعنا بالنسبه للناشئين والشباب. احنا بعد ما عمرو وعمر بطلوا فلازم ندعم الفريق بالناشئين والشباب، وعندنا التارجت بتاعنا بعيد 2020، فلازم نديهم خبره من دلوقتي. يعني السنه دي كلهم اشتركوا في بطوله عالم سلسله كاسة العالم، والاول مره الاربع بنات تاهلوا نهائي كاس العالم. ده حافز كويس ل 2020. البطوله دي خطوه قويه جدا ليهم. ان شاء الله اتوقع ليهم كلهم نتائج كويسه باذن الله. وميداليات محدش، حتى الفرق القويه ما بتروحش تقول انا هكسب الميداليه، لان الخماسي ليه ظروف كتيره جدا في البطوله، ممكن تمشي كويس، وبالنسبه للفروسيه يجي لك حصان مش اليوم بتاعك. بس باذن الله انا اتوقع نتائج كويسه جدا باذن الله للاولاد والبنات.